طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. كل 30 عام كل واحد شنو هو؟ الناس كبروا مساكن وما عندنا والو، لا حقوق لا كونجيات لا اعياد سلميه لا اعياد دينيه، وتقول ما عندنا حتى حاجه. موجود الله حنايا زيرو على زيرو، ما عندنا لا حقوق لا كونجيات وتعويضات. حنا بالميزان زادنا قال لك وزن الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. حنا نديروا وقتنا هكاك نضيعوها، ما يمكنش نضيعوا وقتنا هكاك. طاسات نديروا فيها ثلاثه سوايع اربعه سوايع، شحال 1700 اللي ما نعرضها، يلا نكري منها ناكل منها. كلهم دراوش كلهم فقراء، وضحك علينا ولاعب علينا. حنا ما عندناش الحق ديالنا، الله يبين حقنا، بغا يبين لنا حقنا، الله يبين حقنا. بالنسبه للشركه احنا الميزان ما عنديش مشكل في الميزان، ياك هو الحق حالي كيطلب الحق ديالو، هو كيطلب حقه، تانا عطيني حقي. ما كايناش الكامبه كتخدم اقل من 20 درهم، كنخدم الشهر، كنخدم الشهر كيدفع بيا 15 يوم، كنخدم 15 يوم كيدفع بيا سيمانه. سيدنا الله ينصرو قال لك ان الضمان الاجتماعي مجبر على كل شيء، مجبر على كل شيء. فين هذا الضمان الاجتماعي؟ انا الصغيره انا الكبيره، فين الضمان الاجتماعي؟ انا كنخدم الشهر ديك راري بيا 20 يوم، ديك راري بيا 20 يوم ماشي مشكل. الميزان يوقف على السلعه ديالي ما تضيعش، حتى انا ما يضيعني شيء. انا كنخدم في البروده، كنخدم في كنخدم 12 ساعة، 12 ساعة عشان انا كنصور فيها 50 درهم، 70 درهم السلعة. انا كنت مزيونة، انا كنت السلعة مزيونة 70 درهم، السلعة كتكون خايبة ناقصة ناقصة رقيقة، وكتخدم في البرودة، البرودة ماشي طبيعية. برودة 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 ماشي طبيعية، البرودة ضدو ضدو. ما كاين حتى شي واحد باقي يخدم 30 درهم في النهار الا حنايا. مرة تدي 30 درهم مرة 50 درهم، يعني ما عندناش الحقوق. كان مرضو نمشيو نديكلاريو ويرجعوا لنا الدواء ولا شي حاجة، كيقول لنا التغطية الصحية ديالكم واقفة. يعني بحال اللي ما خد... أنا عندي 20 سنة في هاد الكامبا، يعني الصحة ديالي ضاعت هنا، ما مديكلاري بيا ما حتى شي حاجة. مي كنهضر معاه كيقول لي سيري دعيني، يعني ما يخرج عندنا ما حتى حاجة، ما كيديهاش حتى فينا. يعني حنا ما بغينا منه حتى شي حاجة، يعني بغينا على الحق ديالنا يعطيه لنا والسلام. شكرا.